شهيد فلسطيني آخر يوارى الثرى بعدما أعدم بصورة مباشرة من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي قرب مخيم قلندال للاجئين الفلسطينيين شمال القدس المحتلة. تؤكد الصور أن الشهيد محمد دار عدوان تعرض لإصابات في الصدر والرأس وتم سحله لمسافات بعيدة قبل أن يتم تسليم جثمانه للهلال الأحمر الفلسطيني. كان في مجاهد أخو فوجهم طخو. الشهيد وصل تقريبا الساعة 8:10 إلى ربع وصل متوفيا. لا نعرف بالضبط التفاصيل، لكن بعد الكشف عليه تبين أن الإصابة مباشرة في الرأس وكذلك في الصدر. وصل عدة إصابات أكثرهم خطورة، كانت إصابة الفتى أحمد أبو لطيفة أحمد ماجد 17 سنة، وكانت إصابة بليغة في الفخذ مع تقطع في الشريان. ومنذ بداية العام استشهد 40 فلسطينيا، 17 منهم في الضفة والقدس والبقية في قطاع غزة. يطالب الفلسطينيون بضرورة توفير حماية دولية لهم في ظل ما يتعرضون له من إجراءات إسرائيلية يومية بحقهم. على هذا العالم الصامت الذي مللنا شجبه واستنقاره والادعاء أنه ينظر للإنسان وحقوق الإنسان، أن يقف ويعلى الصوت تجاه هذه الجرائم الذي يقوم بها هذا الجيش بضوء من حكومته أو ما يسمى بحكومته المتطرفة التي تريد قتل كل ما هو فلسطيني. وعلى الصعيد الميداني تواصلت عمليات المداهمة والاقتحام الإسرائيلي لمدن الضفة الغربية لتسجل اعتقال 10 فلسطينيين بينهم القيادي في حركة حماس حسن يوسف. أما في مخيم شعفاط للاجئين الفلسطينيين كانت الصورة تكتمل بعملية هدم لمنزل عدنان حوشية المكون من طابقين قيد الإنشاء. كذلك الحال كان بهدم منزل من 3 طوابق بحجة عدم الترخيص في منطقة بيرعون بمدينة بيت جالة غربي مدينة بيت لحم. تبقي دماء الشهداء النازفة جمر القضية متقدا لمواجهة أطول وأعتى احتلال عرفه التاريخ، بين عمليات القتل والأسر والهدم قصص معاناة يسجلها ويكتبها التاريخ. من مخيم قلندل للاجئين الفلسطينيين ضياء حشية، الغد، القدس المحتلة.